أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر. وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن توطين صناعة الدواء في مصر يعد أولوية قصوى للدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تجربة لاقت إشادات واسعة وهي إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا محليا، وكانت أحد العوامل المهمة في نجاح مصر في تخطي أزمة الوباء، وحول لقائه بوفد المديرين التنفيذيين لمجموعه البنك الدولي رحب مدبولي بالمشاورات الجاريه حاليا لاعداد اطار الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والبنك الدولي لمده خمس سنوات حيث يركز اطار الشراكه على توفير المزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص